طيب احنا هنتكلم كتير قوي على مباراه الاهلي والوداد والاهلي بشكل عام الموسم ده، بس خليني بس سؤال كده في الاول عن حضرتك، كان ازاي تم اختيارك للعب للنادي الاهلي؟ والله في الاول يعني هي القصه كلها، يعني مش عايز اقول لك ان الحظ لعب لعبته في الوقت ده. يعني والدي الله يرحمه كان مهتم جدا بالموضوع الدراسه، وانا كنت بلعب في نادي صغير في مركز شباب السويس، ويعتبر كان المفروض ان هو اخر ماتش ليا، وكان والدي مش موافق ان انا اروح الماتش ده، وكان خلاص ده اخر حاجه، والمفروض ان انا اخش في دراستي واركز في دراستي. وشاءت الظروف ان الكابتن احمد الطيب المعلق الرياضي كان هو المدرب، هو المدير الفني بتاعي في الوقت ده، هو كان هو اللي بيدربني، اتصل بيا وقال لي ان النادي الاهلي مهتمين بيك، بس انت لازم يعني يشوفوك في مباراه. فالحمد لله عملوا مباراه وديه بين الفرقتين، والحمد لله اجدت فيها بشكل كويس، والناس اثنت عليا في النادي الاهلي. وكان في الوقت ده على ما اتذكر كان كابتن محمد وهبه هو المدير الفني لفرقه 14 سنه، وضمني في الوقت ده، وكان موجود تقريبا مستر كروفر كان هو المدير الفني لمدرسه الكوره، والحمد لله اثنى عليا بشكل كبير يعني في الوقت ده، وتم انضمامي للنادي الاهلي الحمد لله.